شوف والله العظيم انا من ما تنبغيش ندخل وانا سيرته هاد الايام كاع كتبتات شويه على سميتو ولكن هذا المشكل اللي وقع ما بين السي العزيز وكذلك السي هشام العمراني والله العظيم الا ضرني في خاطرك والله العلي العظيم وتندوي وانا متعلم باينه هذا هو الحرقه اللي تكلمت بها انا وسكت لان هذا الشيء ما بغيتوش وضرنا في خاطرنا احنا كعطر وطنيه تفضل يا اسي محمد وشكرا حتى للناس اللي كانوا متبعين هذه الحلقه هذه لان كنا تنشوفوا بان اغلب الناس كانوا تيحاولوا يكون واحد الصلح وكما تنقولوا الصلح فيه خير اكيد بان راه العائله ديال العزيز سمعت التدخل ديال البنت ديالو الله يكون في العون حتى هي متالمه ولا وسيرتو من الناس من بعد على الاب ديالو اكيد بان يكون كانوا قرابين ليه شويه وكما واحد الكلمه قلتها السي خالد تنشكرها على بان ما تهدى النفوس لان باقي كما تنقولوا ذاك الجرح باقي ما اكيد ما باقي خضر انا تنتمنى من الله بان نتمنوا الشفاء العاجل بعد ذاك السي العزيز ونتمنوا يدوز العمليه بخير وعلى خير ان شاء الله ونتمنوا منكم السي خالد لان عارف كتبع هذه الامور هذه الله يجازيك بخير هذا واجب ديالنا اسي محمد كام انا خويا اسي محمد مادام انك تواصلتي معنا دابا وكنعرفك لاعب سابق ديال فريق الجيش الملكي وكنعرفك عندك علاقات فانا هذا نداء لكم كاملين يا اخوان السي محمد عنده علاقه طيبه مع السي عبد الملك عبد الملك عزيز ولا مع السي هشام انا كنطلب منكم كاملين تعاونونا على هذه المساله هذه ونديروا يد الله كاملين اسي محمد غير من باب الصداع شوف سبحان الله دابا السي العزيز تينتمي لمدينه شقف بالتالا كذلك احنا في مدينه بني ملال يعني والحسن الصدف بان دربني في اتحاد طنجه وكذلك عندي علاقه معاه دائمه فسمعت الخبر اتصلت به اقسم بالله لقيت تليفون وطافي باغي نطمئن عليه فدربت الابن ديالو في ستاد ماروكا شوف الصدف الله باش تعرف بان راه شوف هاد الدومين ديال الكره ولا تقريبا انت الدومين ديالكم راه يمكن تخدم اليوم هنا وغدا لي لان الناس تتلاقى هذه معروفه هذه شوف سبحان الله راه نتمنى واحد النهار يكون مثلا العزيز مدرب ويكون العمراني مساعد ديالو بحال هكا ما بعيدش ما بعيدش ما بعيدش هذه القضيه والله الا في الكره الا كل شيء ممكن شوف هذه راه ما غينكرها حتى واحد بان كان عليه احترام العزيز كبر منه ولكن حنا باش ما نرجعوش حنا ما جينا اللي عطى الله عطاه اسمع محمد صافي اللي عطى الله عطاه باش ما نرجعوا شويه للوراء نتمنى وتا العمراني راه بالكلام ديالو اللي تكلم راه العزيز بقى فينا بهذاك الشيء اللي وقع لي ولكن تا العمراني راه بقى فينا بان الله يحسن العوان ونادم على ذاك الشيء اللي دار وهو في ساعة الغضب راه يمكن يكون دار شي حوايج وما عارفش مثلا والعزيز راه ذكرت الابنه ديالو مثلا الاشياء اللي تيمر بها انسان اللي عنده بزاف ديال الحوايج نتمناو ليه الشفاء انا تنتمنى يا ربي من هذا النار وهذه ليله الجمعه هذه يكونوا الناس اللي باغيين يدخلوا خيط بيض لان كاينين بعض الناس اللي الله يهديهم هذا انا نقولها بصراحه ما غنخبيش لان كاينين الناس اللي تيشحنوا في لي كومونتير دخلوا الكره وسيرتوا عندنا ماتش الوداد كاينه مع لي فار فمن العبره تتزيدوا تشحنوا الامور كثار هذا دخلنا عليك بالله دابا 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 غير دابا هذا واش كيفكر بعقلو ولا ما فهمتش دابا الوداد مع الجيش الناس جوج ديال الناس اللي مخاصمين حنا دابا انا حاولت الا سمعتيني اسي محمد دابا لان كانت المداخله ديال دنيا العزيز وهشام كيتابعنا قلت ليه هشام ما تحاولش تاخذ هاد الامور بانك انت غادي تسمع اي حاجه وهذه عائلته هذه بنته يعني تقدر تسمع اي حاجه اخويا خالد سمح لي قطعتك عافاك تفضل الامانه شتي التدخل ديال بنته اقسم بالله العلي العظيم الا في المستوى راه باش نكون معاك واضح والله يمن والتدخل ديال هشام كذلك في المستوى بيان سور غيوقع نقاش ديال لي ديتاي ديال كيفاش وقع هذه الحادثه هذه راه باينه كل واحد غادي فهمتيني ولكن هذه الابنه ديالو اللي هي مضره ومع ذلك قالت واحد الكلمه اللي مهمه قالت لك تبرد النفوس وكذا وهذه صافي دير راه الناس راه ما سدتش الباب
راه ما سداتش الباب مثلا وبان باغي راي واحد راه شوف الله يكون في العون فيه. كنقول كل واحد كيكون سخون راه كتقدر تخرج اي حاجه. راه الحمد لله والله ملك الحمد. شوف الامور زعما ما وصلاتش الله يستر الله يستر يا ودي ما نتمناوش لاي واحد شي عاهه مستديمه ولا شي حاجه اللي غتولي شي حاجه اللي ما تقدرش كاع تنسى ليك. الحمد لله يا ربي نتمناو ليه الشفاء ويخرج العزيز وباقي العزيز باقي ان شاء الله يدرب فروق كبار كما درب فروق كبار. الابنه ديالو انا اللي بغرجع الصول بالموضوع الابنه ديالو دخلات بواحد يعني بكلام موزون باش تكون معك واضح. وزادت نشوف الانسان اللي مثلا في لي كومونتير الله يهديكم الناس الله يهديكم راه شوف راه حتى واحد ما تيبغي راسو تحط في هذه المواقف راه حتى واحد ما غيبغيها ما يمكنش شي واحد لا سوى مثلا لا العزيز ولا العمراني راه الانسان راه وليتو بغيتو تشحنوا الناس انا تنقولو وتنعرف اش نقول راه وليتو دخلتو الكوره ديال نهار الثلاث واش هاد الناس راه كاينه الناس اللي جايه باغا تتفرج في الفريق ديالها لا الناس ديال الجيش الملكي ولا كذلك الوداد الرياضي خليو الناس راه باقا باغا تتبع المقابله ما ندخلوش شي في شي هذا سوء تفاهم وقع نتمنوا باذن الله التدخل ديالكم والناس اللي في الدومين باش يدخلوا بخيط ابيض وتكون الامور يا ربي وتانت اسمح محمد انا دابا مادام تواصلتي معنا حاولوا الله يجازيكم بخير. شوف خالد انا تنوعدك كنعرفك اسمح محمد عارفك من جيتي انا والله غادي ان شاء الله نمشيو نشوفوا العزيز وكذلك شوف حتى الناس ديال راشد البرنوصي نتمناو ان شاء الله يقبلوا الاعتذار ديال 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 انا خليت انا متفق معك ونتمناو الرئيس ديال راشد البرنوصي من هذا المنبر ديالكم بان لان هو هذاك ولد ديالو حتى هو هشام العمراني وكذلك هذاك مدرب ديالو بيان سير غيدافع عليه ولكن هو زعماك هو اللي عنده واحد القوه باش مثلا لان ولدهم هذاك وهذاك مدرب ديالهم بيان سير خص زعما كيراعيو السن ديالو وكذلك خصهم والله الا خير نديروا الممنين يدوز اسم محمد صافي يعني ما كايناش شي 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 مصطلح غادي نقولوه هذه رساله غادي تكون كذلك اسم محمد وي خويا باقي معنا كلمه اخيره اسم محمد ومشكور على المداخله ديالك وتنتمنى يا ربي بعداك الشفاء العاجل ان شاء الله للسي العزيز ويرجع للميادين السي العزيز راه معروف راه دربني القلب الكبير في اتحاد طنجة وشوف والله الا ابار الكرة تنطلق به تنعيط ليه ديما راه هو غادي يشهد بهذا الشيء ويكذبني ديما تنتواصل انا وياه تاخذ من عنده تستشر معاه لان رجل عنده اكسبيريونس في هذا واقع داز لعاب كبير نتمنى ان شاء الله ان شاء الله العزيز راه القلب الكبير وقسم بالله العلي العظيم هذه راه شهاده ديال الحق وهشام العمراني راه يمكن في هذيك سعاده غضب نتمنى ان شاء الله حتى هو راه هو ندم وقدم الاعتذار ما كاينش شي حاجه اكثر من الاعتذار ديالو ورغم ذلك هو تيقول لك انا قابل ما نساوش انا تنتمنى من العائله ديالو تسمع هذا الميساج بان راه خصو يعرفوا العمراني راه عنده عائله كيما العزيز حتى هو عنده العائله وما بغيوش باهم يشوفوه في هذيك الحاله ولكن غدا ولا غد غدا راه اكيد بان راه المعطيات تتبين راه هذا واقع ما نكذبوش منه السي خالد بان المعطيات تتعترف لك بالشواهد الطبيه والمسائل والحاله اللي تيمرها